في صديق لي انا بشتاق له على الهواء. اوف هيدا الكاسك بتعرفوه مشاغب من الصوت العالي. بنشتاق لبعضنا، يمكن بنحكي كثير خلال ايام السنه كلها، ولكن على الهواء لنا شيء 7-8 اشهر ما التقينا. مش حاله الصوت عندك متر؟ متر شخطوره اليوم كثير بيسعدنا، وبهالفتره بالذات نستقبله ورجعنا هيك جددنا نشاطنا على الهواء ليكون في دائما مقابلات وحلقات تحت اشرافه لحتى نغطي كل الاشياء الحلوه اللي عم بتصير بلبنان، لانه احنا اصلا بنتفائل فيك. صباح الخير، الاشياء الحلوه اكثر. بس اكيد اول شيء صحتك منيحه؟ الحمد لله. واشتقنا لك. معنويات كيف؟ ممتازه. ليه الاشياء المش حلوه بدنا نحكي عنها؟ مش الاشياء الحلوه لانه البلد بوضع مزري جدا وعاطي جدا، وضع اقتصادي يعني مع الناس بشيء للاسف. يعني امبارح حلقت مع مسار غانم بتشوفي قد ايه متشبعين العالم من الغضب، هي اولا. بعدين المسؤولين السياسيين بالبلد يعني عم بحطوا كاتس التابل عم بيقولوا الوضع الاقتصادي قد ايه عاطي، لوين رايحين. في استاذ جورج غانم حكي شوي بتفاؤل نظرا لانه قد ايه عندنا احتياط قد ايه عندنا ذهب، بس انه مانا مضطرين نوصل لهون. هيدا من سنه 92 تحمل الحكومات المتعاقبه وليس العماد عون. يعني كلهم عم بحملوا العماد عون مسؤوليه الفساد وغيره وغيره. مش مزبوط الدين العام في خلفيه 100 مليار من 92 لغايه اليوم. أوه. مش من وراء سلسله الرتب والرواتب اكيد اللي زادت. زادت مليارين دولار مش على 100 مليار، بس مش هي السبب. نعم. في الهدر، في الفساد، في غيره في غيره، بس مش سنتين من تراكمات يعني لغايه اليوم. نعم. طبيعي. بقى خلينا نكون موقعيين وموضوعيين. نعم. بدنا خطه طارئه عاجله وطنيه لانقاذ البلد من الانهيار. نعم. ما بخفى عليك متر شخطوره، نحن كنا بمجرد ما نقول في حاله انسانيه معينه ما نعرف كيف تهبط المصاري علينا. نعم. في شاب عم بيموت يعني عمره 22 سنه بالايو اتش ولبناني وساكن بجبال، يمكن دولار ما كان عم يوصل له من حوالي 10 ايام. هالقد الناس مخنوقه جدا. فانا بشكرك عملت حل الحمله لميشيل حجر كمان. أقلهم. لان هيدي صارت معنا عندنا بالبيت. الله يرحم نيكولا خيي، كنا كمان بنفس المرسي. تعرف قيمه الاشياء اكيد. يعني بسنه 97 وقت يقولوا لك بدك 250 الف باوند يعني ما يعادل مليون دولار. بقى ما كان معك اياهم، نفس الحاله. الله يرحمه والله يطول بعمره، ونحن حدا وحد كل شخص ان شاء الله ما حدا بيمرض بقدر المستطاع. نعم. رغم كل الاوضاع الاقتصاديه السيئه مكملوا بنشاط، يعني عندك. نعم. كتاب اللي هو سنتين عم يتحضر عن التكوين، هيدا مرجع جيد. سنتين وشهرين هيدا ايكون، بس بالنسبه لك قد 10 سنين اخذ مجهود. اكيد اكيد. كثير من وقتك اعطيته، من وقتي، من حياتي، من تعبي، من روحي، من فكري، من جسدي. قد ما بدك قولي انا عندي حب وغرام وولع وهيام. بدك وين يعني كل شيء منه مقرشف تأرشف بهالكتاب. حلو. يعني صار خلص مرجع لمية سنة لقدام. أي شخص من أبناء الديكواني أما من خارج الديكواني بده يطلع شو فيها الديكواني رح يتفاجأ شو فيها، رح يكون مرجع أساسي وواعي ومستند على مستندات ومواقع تواصل وجوجل وغيره وريسيرش طويلة عريضة. يعني كم حدا اشتغل فيه لحتى أنجز؟ أنا ونقيب رولون عدوان. بس اثنين شخصين؟ نعم يعني مظبوط. كل هالمهمة الصعبة أكيد بمساعدة عدة سفرات، مساعدة جمعيات، مساعدة رئيس العامة للرهبان الأنطونية، مساعدة أشخاص كبار بالعمر معمرين يعني بيعرف أخبار الديكواني ومعلومة من هون ومن هون ومن هون. جمعتهم موثق وكله موثق الحمد لله. وما في غلطة الكتاب يعني جل ما اللي يخطئ بس ما في غلطة. بدك شخصين يحملوا الكتاب معك؟ 5 كيلو الكتاب. بس شيء كتير حلو. بس أنا بدي أقول هون إنه اللانشينج للكتاب رح يكون ب16 شهر. 16 شو بيكون النهار؟ بيكون نهار بسبت. 6:30 بنبلش، 6 بنبلش الاستقبال، 6:30 بنبلش نشيد الوطني تريلر يعني عن الكتاب، مقدم عن الكتاب رح يكون حوالي ربع ساعة وثلث ساعة. نعم. مع توزيع بقلب الكتاب نسخة عن هالتريلر. بيرجع كلمتي. لا هيدا اللي بدي اقول لك اياه. بيرجع انا كلمتي كلمة النقيب رولون عدوان، بيرجع توقع الكتاب وكوكتيل اكيد مجانا. 3000 نسخة انعملت للناس. برافو عليك. اكيد يعني لازم يكون بكل بيت بمنطقة الدكوية. برجع باكد انه هيدا الكتاب يوزع مجانا. برافو عليك والله. اول شيء البلدية لا تتوخى الربح، ممنوع عليها تبيع. وكيف انا وبلدية الديكواني معودة تعطي كل شيء
من زمان معودين عليك أكيد هيك. العطاء شغلة، لا العطاء شغلة مهمة. كيف عم بعطيهم شغلة، شغلة بتعزز الديكوانة ومكانة الديكوانة. وبعدين بهي الكتاب إذا بتقريه وبدك شهر تتصفحيه وتقريه مظبوط، عنده اكتفاء ذاتي الديكوانة منطقتها، يعني بتسكري عندها اكتفاء ذاتي من الأكسجين لأصغر برغي. خي مش عايزين حدا يوم اللي بيصير شيء وبتحس المحظوظيه. نيمته للكتاب حدك ليلتها قد ما كنت مبسوط مثل ولد صحيح. صغير صحيح. فانا حبيت هيدا التشبيه وقلته على الهواء نقلا عنك. قد ما مكيف يعني أكيد. بعد هالمجهود اللي عملته يعطيك كل يوم عافية. كل يوم كنت اعطيه من وقتي 4-5 ساعات تقريه في سعاده هلا بس تقرا بهالكتاب. طبيعي. كم نسخه؟ سوري كم نسخه؟ 3000 نسخه. 3000. حبيت انه كل رؤساء الكتاب 800 صفحه. حلو. كل رؤساء البلديات اللي تعاقبوا بتولي هيدا المنصب كمان اللي هني على قيد الحياه رح بيتم تكريمهم بنفس الحفل. على قيد الحياه في شخص على قيد الحياه بس البقوي كلهم توفوا منهم جدي، يعني ابراهيم ملحم بعبود اول رئيس، ثاني رئيس ايميل قيصر وحبيب متوفين اثنين. حافظهم كلهم. انطون ولو انطون بطس بعبود جدي عم بحكي مع انطوان شختوره بالنتيجه. ايه الرابع انطوان شختوره الوالد كمان توفى. الخامس عبده مارون ابو عبود طيب لا يزال حيا. اوكي. والسادس انا اكيد الورثه، يعني احد الاشخاص يعني كبار العائله من الرؤساء السابقين السابقين اللي توفوا هن بيتكرموا بدلا عنهم. يعني هذا الحفل امتى رح يكون؟ لو 16 ديسمبر. يعني نفس النهار اللي بتعملوا فيه التوقيع بتم تكريمهم. نعم نعم. حلو. بس البروجرام رح يكون حافي، رح يتوزع الكروتي على كل الاذاعات، على كل التلفزيونات، على كل المجلات، على كل شيء سوشيال ميديا بقول بلبنان. شو صار نشاطه انطوان شختوره كل ايام السنه بالندوات المؤتمرات الحفلات؟ يعني ما بتغيب عن شيء كل اول شيء انا بطبعي حريك. اثنين زيادة عن اللزوم. ايه زيادة عن اللزوم. لا بنام لا بخلي حدا. يعطيك الصحة. الله يخليك. وهيك حقيقة. كمان. بعدين جايين تنشتغل. ثلاثة انه الديكوانة بدها شغل كثير. قد ما تشتغلي بضل بدها. يعني مدينة مستهلكة يومية. ساحل المتن الشمالي يعني بتفوت عليها 105,000 110,000 سيارة بالنهار. مدينة مستهلكة بتخلص من هون تعلق قبل هون. ما في وزارة تخطيط. يعني بيعملوا زفت بكره بيعملوا كهرباء بعدين بيعملوا صرف صحي والى اخره، بدها تضل ايدك فيها. يعني هون ما فينا نغيب لحظه. ما فينا اكيد انه وزاره التخطيط انه اهم شغله. يعملوا مشاريع مع بعضهم بالتزامن ويعطوا المصاري لوزاره الماليه، وزاره الماليه هي تعطي الاعتمادات تيمشوا فيها. شو عم تقول فخامة الرئيس ماتر؟ انه مطالبه بوزارة التخطيط. اوكي. اكيد. عم بتطالبه كرئيس بلدية او كمحامي؟ كرئيس بلدية وكمحامي كمان. كرئيس بلدية اليوم وين في تقصير بالبلد؟ كرئيس بلدية مش محامي، بالبلد ككل إذا طلبنا. ما في توازن، ما في توازن. يعني بدي فوت أعمق شوي، الطائف كان شغلة منيحة بس قلص سلطة رئيس الجمهورية. أعطاها لرئيس الحكومة. رئيس مجلس النواب عنده هو دوره دور تشريعي. يعني صارت اذا بدي اقول لك رح اجيك اياها من الاخير عم تكرس المتالته. اوكي. ما بدي فوت بهيدي القصص لانه كثير في اشياء. لا انا رجعت تذكرت لانه معك حلو ناخذ المعلومات لانك ملم بكل شيء. لازم يكون في راس واحد للدوله. راس واحد؟ انا هيك مفهومه. مثل البلديه اللي بيكون في عنا ثلاث روس. اوف. إذا مش أكثر. إذا مش أكثر. هودي هودي الشرعية. وصل لي المساج. أخذت الكريم من البدية من البدية هون. على كل حال في كمان عملتوا لسرطان الثدي كمان حملة لكشف المبكر. لأ لأن ديسمبر. هلا بدها تصير. نعم وراح يتوزع كوبونات كمان فيها. نحن بتعرفي عندنا ماموغرافي وإيكوغرافي بسعر رمزي، رح يتوزع حوالي 30 أما 35 كوبون. السيدة بتعمل فحص ماموغرافي ايكوغرافي فور فري بس لحتى تكونوا انتم واقفين حدا ما يصير لها شيء. خلص فور فري يعني. بس عن جد مات شختورة كله هيدا على حساب البلدية. نعم. وفي مرات على حسابك الشخصي. انا بحس يعني بتدفع من جيبتك. مش بتحس صحيح هاي الحقيقة. هيدا كرمال شو؟ ساتيسفاكسيون لك من جوا. ساتيسفاكسيون بيرسونيل هيدي ما بقدر يعني انه اذا البلدية قادرة تدفع هالقد مثلا الكتاب كونترا معمول على معدل اكس هالمبلغ تخطيناه مين بده يدفعه؟ خلص ما راح على الديوان المحاسبة توني شختورة يعطيك العمر. بعرف ما عندي شك. اول استراحة اعلانية ونتابع. في حال كان عندكم اي سؤال اي ملاحظة اي تحية لماتر شختورة الفويس على 03 6 8 2 600.
بعيد بغني يا طير جاي من بعيد عن حبيبي طمني. كل الناس بليلة عيد وحدي بهالعيد بغني يا طير جاي من بعيد عن حبيبي طمني. طمني كيف حاله كان عم بخطر عباله يا غرب سنين طاله حبيبي غايب عني شفت متابعة مع ماتر شخطورة. شو بتحس هيك لما بتسمع صوت كارول عم تغني مش عم تحكي؟ بنبسط وقلبي بدق قلبك بسرعة أكيد وبشعر بمدى جمال صوتها أكيد وصفائه أكيد وصفائها كمان هي عندها حدا بياخد العقل عندها كارول. عندها روح حلوة عندها فكر جيد جالس ممتاز وبهنية من كل قلبي أنه تحملتني لا مش هالقد بس انا بدي حقيقة معودة دايما اقول لها بونجور على الهواء لكارول الله يعطيها قد نيتها في ريسيتال قريب نعم لو 22 ديسمبر رح يكون تحية لشهداء الجيش اللبناني نعم رح يكون مدام اليونور حرب مرته للشهيد داني حرب ومرته للشهيد نور الدين الجمل كمان العيد نور الدين الجمل بدهم يرتلوا يعني نعم بدهم يرتلوا نعم بدي يعطوا شهادة حياة فكرت اصواتهم حلوة توفوا بعرسال العقدة اثنين كانوا مع بعض كارول بس المرنمة كارول المرنمة ورح يكون كمان بتصور في عائلته للملازم أول صعب اللي توفى بعبرة نعم رح يعطوا كمان شهادة حياة أهله وتكون تحية لشهداء الجيش اللبناني بزمن الميلاد وين عاملينه؟ كمان بالفندقية بالفندقية نعم بدنا نسمعك شيء هلا بصوت كارول نعم ما بعرف حتقدق قلبك اكثر بسرعه بناخذ منك اللي بدنا اياه هيك يلا طل الثلج الابيض والصبي الصغير قاعد على الطريق عم يحلم بلامي صار لبعيد سنين طل الثلج الابيض والصبي الصغير لحتى اكون منصفه وصل المساجات كلها المره الماضيه حدا انتقد متر شخطوره انه في شارع بتصور سلاف في توليب قال هذا ما بيرمز لنواه نعم جوابت على الموضوع انا ما طلعت الفويس على الهواء اول شيء انا اول شيء هذا الشارع في مدام اسمها بيريت ابو عبود ايه؟ عم زين كل شارع بدي اكون تبلشت من شهر ونص ثقبت انه اجى نوال هذا مش لنوال رح تكون كل شارع مزين بدي يكون الله راضي في شيء موحد يعني في زينة موحدة أكيد نعم أكيد بقى وضحنا أنه هذا منه لنوال ما طلع الفويس مشان هيك ما عرفه ما بعرف ما حطيتي يمكن ما ما لأنه قلت بدنا نستقبلك لحتى نقدر ناخذ ونعطي أكثر مش لنوال هذا مش لنوال أوكي اللي عندهم أي شيء هيك حابين يحكوا مع ميت الشخطورة بليز ابعتوا لي فويس عن الديكويني الموترات عملت لهم اجتماع وحبيت إنه كلمة دون استثناء قلت لي ركزي عليها دون استثناء شو اللي صار؟ لأن في 64 موتور بالديكويني بعدت أنا ورا كل أصحاب المولدات اللي أنا بسميهم المافيا انت بتعرفي مشاكل انا وياهم من حرق سياره مزبوط. لا واصل لي على المكتب لمحاوله الاعتداء بالضرب بقلب البيت يعني في حكايه طويله انت وياهم حكايه طويله ما في حدا يقول
انه قطوان شختوره متواطئه مع البلديه مثل ما عم بسمع بعض الاشخاص بالدوله، انه في رؤساء بلديه متواطئين وبدنا نحل مجلس بلدي ودفوته راح بس والاخري. قطوان شختوره اول ما فات من هالمواضيع، اول ما فات بكل مواضيع الفساد، بعد وراهم قلت لهم اعالي الوزير عاطي مالي شركان شهرين لتركيب العدادات، ليه ما عاد ما ركبته؟ تتعهدوا قدامي كلكم سوا انه خلال 15 يوم، كان الاجتماع ب 24 شهر، نهار سبت، نهار سبت عطله اكيد، واحد عطله بتبلش ب 26 شهر، اعطيتهم لتنين المهله، اديتهم 15 يوم كمان، وحكيت انا مع معالي الوزير، وعايز معالي الوزير رائد خوري، قال لي شهرين ما فين ارجع اعطيهم، بعطيهم مهله 10 ل 15 يوم، تناول مهله 15 يوم للتركيب. عم شوف امبارح على الام تي في على الاخبار، وعم بحكي انه على الام تي في عملوا ريبورتاج بيقول انه اربع بلدات، اما اربع مدن في تمرد فيها من اصحاب المولدات انه ما بده يركبوا عدادات، هي الديكوانه. ديكوانه تبع اي اساس؟ ما اول شيء حطيتهم على تويتر الال بي سي والام تي في وغيره وغيره، التويتر اللي بيقوه على بيلاقوه على زوون بياخذوه، ما بيلاقوه على زوون ما بيحكوا عنه، ما في سكوب فيه ما بيحكوا عنه، مع انه هيدا ما حدا عملها ولا اي بلديه اجبر اصحاب المولدات بتعهد انه يركبوا عدادات. اوكي، وعلى حسابهم اكيد. هلا لا لا لا، في هون قرار الوزير معروف انه حددت على حساب الناس 50,000 من الخصم والى اخره، وبطل في دفعه اولى، لان هيدي منا قانونيه ومنا منا منا مزبوطه. انا صار في اتصال من بعد الحلقه كان مع استاذ مارسيل غانم مع معالي الوزير، قلت له انه توزيعات الاقتصاد والام تي في عملوا ريبورتاج عن الديكوانه انه فيها تمرد، اذا فيها تمرد ورئيس البلديه ما عم بيعمل شيء، يعني رئيس البلديه يا اما عاجز يا اما هو متواطئ يا اما هو منكفئ، وهذا مش صاير سي با لوكا عندي. مزبوط، انا مني هيك ابدا، مش حالتك. بقى جاوبني قال لي ما تطلها مكفي انت شغلك، وهن بكفوا شغلهم وقتها تعدى مهله ال 15 يوم يعملوا اللي بدهم اياه فيهم. بس كمان في شغله عم بتصير، موضوع مصادره المطارات. صار مارق من 15 يوم؟ صار مارق 5 ايام، بعد في 10 ايام. نعم نعم، كان نهار الاثنين يوم 5 ايام. اوكي، موضوع مصادره المطارات، وقت يكون في قرار بالدوله دائما بقول لهم انا مزيحوا من الدرب، في قرار من الدوله اول شيء كانوا وانت محامي ما اخذينه على محمل الجد. نعم، اخذوه على محمل الجد، صار في تنفيذ. وزاره الاقتصاد هي سلطه تنفيذيه، وزاره الداخليه وتوصيات وزير سليم جايساتي وكلهم اجمعوا على الملف انه بده يطوه، خلص انه بده المستهلك يساعدوه بالعدادات غير العدادات مشوا فيه. طيب، مصادره المطارات ووضع اليد بالبلديه، هذا برايي انا مثلا صارت بالديكوانه لا سمح الله، انا اكيد بستلم المطر، اكيد بساعد العالم، بس قانونيا ما بحق لي. اول شيء لان ما انا موجوده بموازنه. اوكي، ما هالمطر ما بده مازوت. نعم، اذا عندك 1000 زبون مطر، مطر كبير 1000 زبون، في يشرح الخبريه اكثر، يعني اللي عمله جورج عون رئيس بلديه الحدد. نعم، مخالف للقانون. هذا سكوب. بس على الارض شو صار؟ هذا سكوب بس، ما هذا سكوب، عم بنفذ قرارات وزير الاقتصاد مع احترام الرئيس جورج عون، بس هذا سكوب اعلامي عم بيكون عبر الرئيس جورج عون. هذا رايي انا بالموضوع مثل ما انا شايفه، يعني ما كانت مبادره شخصيه من جورج عون، ما بعرف ما بس انا هذا رايي سكوب. يعني ما حدا استفاد منه اول شيء الا الرئيس جورج عون، قاعد كان حد الوزير جايساتي وحد وزير الاقتصاد، وبعت وراء تاني يوم قال انه عمل بطولة، اعتبره عمل بطولة، ونحن شو كنا عم نعمله؟ عمل مش بطولة، 7-8 سنين محاربة اصحاب المطارات والاقواس وحرق السيارة، مش عمل بطولية هيدي وتهديد. شو هي العمل البطولية؟ انا كل يوم عندي اعمال بطولية، شو هالحديث هيدا؟ انا ما بلاقي منطقي هالحديث عمل بطولية، ما انتبه، ما فيك تصادر مطار بالقانون. كل له كل الاحترام، كل احترام، هيدا قرار، هيدا قرار. نعم، هيدا قرار من وزير الاقتصاد ومن وزير الداخليه وتوصيه من وزير سليم جايساتي، نحن ماشيين بالموضوع. بس تعرف الناس ارتاحت بوقتها، في قرار سياسي خلص. في قرار سياسي بدك تمشي فيه، قانوني مش قانوني بدك تمشي فيه، بس انا تحط مازوت مثلا بالشهر 35,000 40,000 قانونيا ما بحق لي، بس رح اعملها. عم بحكي قانون، انا عم بحكي قانون. ليش ما اجوا انطوان شختوره قالوا له بدك تعمل هيك؟ ليش اجوا عند الرئيس جورج عون بالتحديد؟ الباقي عندك. انا عرفت انه هو اللي اخذ القرار منه لحاله. طيب اوكي. فينا نصادر الموتور بالقانون؟ لا، ما فينا. لا، في قرار سياسي فيك تصادر الموتور. يعني اذا الوزير قرار سياسي يغلب يغلب القانون بالوقت الحاضر. وانا مع في مخالفين بالقوه، ايه ليش لا؟ نعم.
اليوم اذا بدنا ننهي موضوع اذا عم تحكي لنا عليك اكيد اذا بدنا ننهي موضوع المترات بدي كويني في مهله بعد مش بدي كويني وين ما كان لا عندك عندك لانه انت ضيفنا اليوم يعني قلنا بعد في 10 ايام شو بده يصير اذا ما ركبوا عدادات اول شيء كونترايات نعمله يعني نشروا العدادات عم يتركبوا بده ينوصلوا وزاره الاقتصاد رح تجي رح تشوفهم رح يعملوا زبوطه اذا ما خلصوا قد ايه زبط 6 مليون 7 مليون ما عندي اي فكره ما عندي ان شاء الله يكون 100 مليون اللي بده يخالف بده ياكل بده ياكل ظابط بده يصادر مطاره ونحن بدنا نأزر القوى الامنيه والامن الدولي ووزاره الاقتصاد راح نكون بتصرفنا وعهدتنا ونحن بنمشي اصحاب المطارات في رميه لتوني حنا بس ما فيها نمشي 64 مطار اللي هي بدك مزود حوالي 300 دولار بالشهر هالقد طب كيف بدك تمشيهم؟ غنيت توني حنا قصتنا طويله هيك صاير فيك مع اصحاب المطارات من زمان قصتنا طويله اكيد وما رح تنتهي هيك موضوع البطوله عنا يعني مع احترام للرئيس جورج عون صديقنا وخينا هو قطف البريزيدون لا 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 يقطف هذا هذا غير موضوع بس في معاناه نحن كان معنا في معاناه ومشوا على السكه مزبوط صار بعده مناطق مجاوره مشاكل مع اصحاب المطارات ما حدا قدر لهم أنطوان شختورة قدر لهم وقف بوجهن وما أحلاه وفوتناهم على الحبوسي كمان مثل ما صار إنه في ملاهي ليلية أو في بابات تسكرت وكمان كان في خطر على حياتك أخذنا حق أخذنا شو رجع صار؟ أول شيء موضوع البابات الليلية هذه سكرت والقهوة الأم سكرت رجعوا في منه الفتحوا قال اللي عندهم وصايد بدك تميزي مش مظبوط البوكر ماشين لا شو اللي رجع فتح؟ لو في عندهم وصايد ما كان سكرتهم قبل عيد نوال عيد راس السنة اللي من سنة تقريبا أكيد يعني عندك أربعة أشهر خسرتهم مئات ألوفات الدولارات بس إنه مجلس الشورى وقف التنفيذ لحين البت بالدعوة وهذا حق قانوني وماشي الدعوه وانا برايي وبقول لهم اياها من هلا بعد سنه ونص الحكم لمصلحتي راح يسكروا كلهم كلهم نعم ما اعتبرت انه هدول مصالح وفي عالم ما بتعتش من وراهم لا ما فكرت بهالطريقه العاطفيه هذا خربان بيوت في اعتبري 200 عائله عم بيعتشوا في 10000 عائله عم يخترب بيوتها يعني هلا بدي كويني ما في بابيت مشبوه بامرها بابيت؟ لا ما في ولا في محل بيلعبوا بوكر ماشين اوكي نعم. اوكي اوكي نعم. شو بعد حاطط عينك على مطارح بتحس انه هيدي فيها اساءه للناس؟ لانه بعرفك بتنفذ في موضوع السوريين اكيد كمان عم بتحاربهم من اول الناس يلي من اول الناس اللي حكيوا بهالموضوع مظبوط مظبوط وانا شاهده قبل التيار الوطني الحر انا شاهده اوكي انه بكل الاطلالات معنا كان منيح وضلت ونفذت كان مداهمات وتفتيش لحالي اما مع امن الدوله اما مع قوى الامن اما مع مخابرات الجيش اما مع الجيش اللبناني كلهم وتقلص العدد من 11000 وصل بالبيك بال 2014 ل 2740 هلا بالوقت الحاضر مع تعبئه استمارات بمعرفه اللواء عباس ابراهيم بنقول فيه ليش انت بلبنان؟ شو السبب جيت على لبنان؟ وهل بدك تروح على سوريا عوده امنه؟ نحن متكفل بالعوده الامنه مع اللواء وعند مين ساكن؟ في حال كنت ساكن او مستاجر اكيد يعني بتعرفوا كل الداتا بيس تبعولهم تعبى استمارات تعبى كل شيء وكله على تواصل مع الامن العام خفت المشاكل من وقتها خفت المشاكل بس للاسف ما في مطارح بالحبوسه اذا بدي اقول لك انه بيقدر يبعثوا كل السوريين على سوريا بكون كذاب ما عم خبر الحقيقه اكلين البيضه والتقشيره اكيد واللي صار مع جيفن فورد امبارح ما بيطمن ابدا ما بيطمن ابدا هذا غير موضوع بس هذا غير موضوع انه كمان عم تكتر الجرائم بتكتر الجرائم من وراء القله ومن وراء عده مواضيع هذا غير موضوع ما بدي فوت الله يرحمه خلص خلينا ناخذ كم فويس انا بتمنى تكونوا التزمتوا قلت كل فويسات عم توصل هلا هي موجهه لمات الشخطوره ان شاء الله تكونوا سمعتوا الكلمه بس بتمنى انا بدي سوري. اطلب من المتر بس بليز طلب انه يكون الشرطه البلدي اللي حد البلديه على التقاطع اروق شوي اذا بتريد متر اروق شوي عمول معروف على طول التعصيب على طول معصبين اوكي وصلت وبفهمك وبفهم الشرطه بفهمك انه يمكن انت كمان بتكون معصب على الطريق عجقه وضغط شغل وستريس كمان هن 6 ساعات تحت الشمس وتحت الشتاء كمان معصين هذا منه مبرر انه يتصرفوا شيء خطا اذا تصرفوا شيء خطا بتمنى تتصل فيي على الرقم 03-242-07 تتقل لي اي ساعة واي نهار لان جدول عندي بعرف اي شرطي بكون عامل هالمخالفة اكيد الفويسات على 03-682-600 تتوجهوا اسئلتكم مباشرة لماتر شختورة بونجور ميرو بونجور لضيفك العزيز اهلا
يلي بيعطي اولاد منطقته من كل قلبه. يا ريت لو بيجي لعنا على الضاحيه على برج البراجني خصوصا معك علي، بيجي بيعديهم شوي، بس بيعديهم شوي. اهلين يا علي، صرت قدوه ماتر. فيهم الخير والبركه بالضاحيه، يعطيهم الف عافيه عم يشتغلوا. بس بتمنى، انا سالت سؤال لرئيس لجنه المال والموازنه، نعم، انه التعميم رقم 5 على 2018 اللي بيقول اعطونا ما لديكم من مستخدمين ومياومين وعلى الفاتوره والى اخره تيشوفوا هسس الرتب والرواتب على اي اساس وعلى كم موظف ومستخدم ومياوم، نعم، اندفعت. قلت له هل ستطبق على البلديات بجبل لبنان اما بساحل المتن الشمالي وكسروان وبعض المناطق الغيرة؟ قال لي الاستاذ ابراهيم وقت الصديق انه انت عمول اللي عليك وشوف شو بدك بغيرك. لا، انا عملت اللي علي وبدي بغيري. هل قادرين نحن هن يحصلوا على كل الارقام الموجوده للموظفين وتخمه الموظفين بالوزارات والادارات الرسميه والبلديات؟ عم بردوا على رئيس التفتيش رئيس جورج قاضي جورج عطيه. بتمنى هذا السؤال ينسال للقاضي جورج عطيه رئيس التفتيش المركزي. بتمنى طرحت السؤال عليه مباشره. انا ما عندي الصلاحيه اطرح السؤال. حضرتك كصحفيه فيك تطرح السؤال. رح وصله اكيد، وكون اكيد فويس اكيد عبر لساني. ان شاء الله يكون لك الفويس. فيك تبعت غيره بليز، هات لاجرب اسمع. نقطش من عندك. بكل الاحوال صوتك كتير واطي لنقدر نفهم عليك، بعت لنا غيره 100%. انا بشدد على كلام علي انه يا ريت اللي عنا ببرج البراجني كمان بينعدوا منه شوي لمتر شخطوره. يعطيك الف عافيه ونيه لاهل منطقتك عليك. بس بدي اسال سؤال، يعطيك العافيه وتشكر، بس في رؤساء بلديه بلبنان يعني فيهم الخير والبركه كلهم. انا ماني مضرب مثل، انت مبادر دائما. انا مبادر وانا يعني اكيد بحط شغله براسي وبعملها مبادر. بس ما بعرف شو عندهم مشاكل تعم بيقولوا هيك يشكروا واحد غيري بيتأنزح هون. بس في لهم بالمقابل كمان شغله، انه حاطط روحك على كفك دائما. يعني في ناس ما بيخاطروا بحياتهم كرمال البلد اللي بينتموا او جايبتهم او مصالحهم. ايه يستفلوا، معلش حتى نقولها مثل ما هي. في احد الصحفيين امبارح بالليل خبرتك كتب من فتره من حول الجمعه اعطونا ما لديكم من فساد ايها البلديات، وعم بيقول على مواقع التواصل صحافي معروف انه كل جمعه بده يحط عن بلديه اما بلديات شو عندهم فساد من بيئه من نفايات من هدر اموال عامه و و و و بكتشف انه احد البلديات امبارح عملت كونترا معه على 5 اشهر 15 مليون ليره. حلو كثير. هذا مش ابتزاز للبلديه اكيد. هذا مش فساد بحد عينه، هيدا اخبار برسم النيابه العامه والاجهزه الامنيه المختصه للتحقيق معه. اكيد بدنا ناخذ جورج بس لأمرق خبر رئيس بلديه حوشتل صفيه. قال الاشتباكات بين الجيش والمطلوبين منا بنطاق بلدتهم، بمناطق ثانيه للاسف اللي عم بصير. يعني بونجور لك وبونجور لمات الشخطوره. ميراي انا بدي احكي عن مشكله عم بتصير بالدكوان هي، صرنا نحن شايفينها كذا مره، يعني بالاحرى بيكونوا اولادي كمان معي بالسياره، عم بتصير بوقت بكير بالليل وبوقت مأخر. ما بعرف كيف ساكتين عن الموضوع. أول مرة منشوف إنه في شباب واقفين وعم بيسلموا لبعضهم مخدرات تحت الفوية تبع الأنطونية، شفناهم على كذا مرة. شو عرفهم عن المخدرات؟ ومرة كمان شفناهم على ملك الطابوق قدام أمن الدولة، يعني ماشي أمن الدولة بوجهن. ومش مرة واحدة، يعني صاروا أكتر من مرة شايفين. فينا تتصلي بمات الشخطورة على الرقم هذا اللي... هذا بدك تسمحي لي مدام، أول شيء يمكن معلوماتك خاطئة، في مطرح عم بصير هيك وأنا علمت أمن الدولة والمخابرات والقوى الأمنية أوكي وحتى البلدية، بس غير مطارح اللي عم تحكي عنه. في مطرح معين بس ما في ضوء، يعني مطرح ما عم تقولي ولا وردة تصير يعني. إلا إذا عندك خايفين. معلومات اطلبيني على رقمي 03-242-0070 بعد 3 أرباع الساعة بخلص، بكون تيجي على المكتب لعندي. هذا شيء سر بيني وبينك، ما تقولي اسمك أوكي بعد أنا بيك، أعطيني معلومات وأنا بهتم بالموضوع. مدام سكر بونجور
بونجور، بونجور. كيفك؟ تمام احنا بنحترمه كتير ماتر لمات شخطورة، شختورة. بس يا ريت لو بيحجم هالمطويات بالدكوانة، عطرقات الدكوانة، شي مش معقول. مدام، موضوع المطويات حدث ولا حرج. اول شيء موضوع الموبيلاتات، كان وزارة الداخلية حصرتها بموضوع اللي عم بيعملوا الدليفري، وبعدين فتحت. هي واحد. اثنين، موضوع المطويات الكبار اذا عم تحكي عنهم، زيت الاصوات المخيفه والاشابمونات، هيدي ما فيك تلقطي لا دراج دولي لا دراج بلديه، يا ما بتحطي له زيت تقتلي تكبي. لا حرام، اكيد اكيد لا. اكيد حرام، مش عم نقدر نلقطهم. اكثر شيء عم نقدر ناخذ نحن رقم الموتور تبعولهم، نعمل نظبط فيهم اكثر من ما بنقدر نلقطهم. هيدي شغله، هيدي شغله من عمرها 20 و30 سنه. اللي عنده شيء يقولوا له متر شخطوره، الفويس على 03-682-600. نحن بناخذ اخر استراحه اعلانيه بصبحيتنا. ان شاء الله نلحق نسمع كل الفويسات ونحكي عن كل اللي بدنا اياه بالقسم الاخير. رح اسمع المسيو هلا. شاطر الرئيس، هو العطاء، والله يطول عمره ويضل فوق راسنا. بفتكر بعتت شيء قبل تشكروا عليه، بس انا سمعت الفويس الاخير، بدك تسمح لي نظرا لضيق الوقت. كمان بدنا نمرق عند تشويس. بتصور هذا الشخص اسمه ريمتا، بوجه له تحياتي. اسم الله عليك. مريض؟ لا، ابنه مريض. الله يشفيه. الله يشفيه. كاتب لك شيء قبل. مزبوط. جويس عزام، متسلقة الجبال، نشوف حالنا فيها بالديدي كواني. طبعا نعم. مشان هيك كل هال يعني عطيت الموضوع هالقد أهمية. نعم، جويس عزام متسلقة الجبال مثل الأستاذ ماكسيم شعيا. صارت عاملي هلا سيزيام صمت، هي بفنسن هلا. نعم، وإن الله راد كل يوم عم على تواصل نحن وياها، وفي ريبورتاج كمان عم ينعمل على أعلى الكمام، راح يصير في اتصال معنا ومع سبونسر، مين سبونسر ألفا. الألفا، وهي بحالة جيدة جدا ممتازة. من بعدها رح تطلع على إيفرست، تكون أول امرأة بالشرق الأوسط عم تطلع على 7 سوميت. برافو. وبقى نحييها بنقول لها طبعا ترجع بالسلامة. طبعا. نشكر شركة ألفا عبر مدير العام أستاذ مروان حايك، من خمس دقايق كمان أكيد، خمس دقايق نهي الموضوع سبونسرشيب معه، لأنه عنده أكيد ثقة أنه في عنا مواهب وطاقات لازم نعطاها فرص. أكيد عنا طاقات جدا، عنا طاقات جدا، لازم نستفيد منها. رياضة لازم نعطيها، البيئة لازم نعطيها، كل شيء لازم نعطيها. رئيس البلدية منه بس للزفت بالشعب كريم، وعندهم ثقة فيك ألفا كمان. اي الحمد لله الحمد لله. هلا بدنا نبعث له التحيه على كل حال. انا ببعث لهم تحيه اول شيء كمان للاستاذ مروان حايك، للمدير المالي استاذ رفيق حداد، لكل المدراء الموجودين اللي اعطوني الثقه كمان انه عم بيعملوني كخيف، وعم بيعملون كاخوه. نعم. كشركه بنشوف حالنا فيها، وكمان شركه ابو عضل، لان لهم ثقه كبيره فينا. وبعض الشركات الكبيره بالديكوانه مثل بيوس وسيز نزار يونس يعني وغيره وغيره، الحمد لله صارت الثقه متبادله وكبيره بين اصحاب المؤسسات الكبيره وشخص انطوان شختوره وبلديه الديكوانه. نعم، لما بتقول ابن الديكوانه لازم. نعم. يكون حدا يعني بيمضي على تذكرته انه هو من الديكوانه، او اذا مجرد ما ساكن فيها خلص صار منتمي لكم. لا، هلا طبيعي بتميز بين ابن الديكوانه والمقيم، يعني روحك بتروح مع ابن الديكوانة طبيعي، بس أنا مش عم فرق ومش عم ميز. يعني 1% مقيم ناخب بالديكوانة، قاعد بالديكوانة، مقيم بالديكوانة، والباقي 99% منهم من الديكوانة. طب أنا بشتغل للواحد بالمية وبترك 99%؟ أكيد لا. ما 99% اللي بيحكي السياسي وانت خبرتني بربحوك الجو العام، الطيار العام. بربحك معك لحالك. بعدك عم تطلع بالتزكية؟ مع انه فجومي مرات مع البعض، لانه حقاوي. لا، لازم يكون فجومي. لانه حقاوي، بس بيقولوا لي يا دلي فدنا لعنده، ما يعني كان تلقمن علينا لانه ما كان معنا حق، لانه ما كان معك يعني هم ما معهم حق. بتتلقمن عليهم. انا بعيد بصرخ بسب. ايه بعد دقيقه بروق. ايه بس انه اتلقمن ما بعرف. ماني لا منك حدا لئيم. سير بلاس شال بتكوني فكرت مثل ما هي. لهيك بحبوك. يمكن لأن على عفويتي على طبيعتي، وبعدين أنا لا أستفز، بعدين بدي البلوج عندي بدي شرقت مثلي. يعني مش يحور يدور ويتزاك علي وفوق البلدية، وخاصة النسوان. وخبرية تاخد ساعة بدها دقيقة. لا عندك ضعف عن النسوان. لا طول عندك ضعف عن النسوان بمكان ما. حلوين. بس عندي كمان عن النسوان، يعني حتى لو حلوة إنه ما بتعرف تحكي، ما
وحتى لسانها بيسبق تفكيرها، بتتهجم على رئيس البلديه، بس مجرد التهجم ايه؟ تعمل سكوب وانت لحالها. ذكوري؟ لا لا مش شرقي، لا 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 شرقي مش بلا انا بلا. بعطي المراه حقها جدا ايه، بس صدقيني. بهيك مواقف ذكوري بس بهيك موقف معنا ايه؟ ما عندي حدا لا ذكوري ولا انس. انا خلص القرار بدي امشي فيه، بدي امشي فيه. كنا عم نحكي انه كان ابن الديكواني او مقيم في 1200 كادو بدهم يتوزعوا هلا لكل اطفال الديكواني بدون استثناء مثل اصحاب المطارات. اكيد بينتخب ديكواني، ما بينتخب ديكواني مش عم بتطلب تذكره الولد. هيدا اللي بدي اشكرك عليه هلا. قال له انا انت بتنتخب بشرق صيدا وبتنتخب بالعشية، عندك اولاد بدك تعطيهم فرحه بنويل. طبيعي طبيعي، وهذه كل سنه بتصير، وهذه ايام الوالد وبعدها مكفيه وما رح ما رح توقف، هذه اهم شيء. نعم هذا نوال، امتى رح تكون؟ اكيد لو 16 ديسمبر كمان عم توقع الكتاب، رح يكون في استاذ نزيه يوسف الممثل، وكمان مدام نيكول معتوق الممثله رح يعملوا مسرحيه للاطفال قبل الظهر الساعه 10 والساعه 1 ونص كمان مع توزيع كادويات، رح يكون باثنين انا بنخلص مرتاح شوي بنرجع على توقيع الكتاب والحفله اللي عم نحكي عنها وتكريم رؤساء البلديات وغيرهم. حلو كتير. امتى بتقول متر شخطوره يا ريتني لا رئيس بلديه ولا بنتمي للديكواني طلعت وديني؟ ما بنتمي للديكواني بحياتي ما قلتها. انت بقول مني رئيس بلديه، يا ريت مني رئيس. بحس اوقات عم بقتل حالي واستميت كمان مدينتي وضيعتي، ما بتلاقي في كانه ما عمل شيء. هذا بيزعلك. نظرة استخفاف. نظره انه شو عمل؟ مثل ما انا عم نحكي على المطارات انه طلعوا ناس ابطال كل شيء عملته، انا شيء ما بزعلني، شيء بفرحني، بس عم بحكي على مستوى المنطقه. نعم بتعملي كثير بياخذوها باستخفاف. يعني هذا الكتاب هلا انا مبسوط فيه قد الدنيا، هذا انجاز. هذا ابنك الثاني رح نعتبره. انا بشوف بكره نظرات اولاد الديكواني حول هالكتاب. يعني هون بزعل انا اذا استخف بهالموضوع. اي شيء لا مش معقول يستخف. هذا تعب شهرين سنتين وشهرين. وشهرين. ايه؟ مش مسحه مش مسحه. ما فيهم يحملوا أنا الكتاب. عم بعطيهم شيء رصيد لاولادهم اللي ما عنده تاريخ وما عنده مستقبل، ما عنده حاضر. ولا عنده بكره. أكيد. المنح الجامعيه كمان بدنا نحكي عنها قبل ما نختم. منح الجامعيه بعدة جامعات ومدارس اعطوني منح. بس في شيء غريب ما عم بفهمه. كل الاهالي عايزين يفوتوا اولادهم على الجامعات وعلى المدارس ببلاش. عم بقول لك ببلاش. اوكي؟ وعلى الجامعات ببلاش. والمنح موجوده على الرفوف بعد عندك. صدقيني ما حدا اجى من دي. زعلت وانقهرت واس خبرتني، ولكن كنت موجوده باللقاء. من شمال من جنوب من البقاع من بيروت، ما حدا اجى من المناطق عنا. كم منحه عندك للسنه الجايه؟ عندي هلا كان عندي شيء 250 منحه. ولا حدا طلبهم؟ عدة جامعات ومدارس. ولا حدا طلبهم؟ طلبوا كتير بس خارج المناطق. في سوريين وفي من خارج المناطق، يعني خارج جبل لبنان. فهيدي دعوه لاولاد الديكواني. في منح الديكواني؟ الديكواني والمحيط والانتوراج، يعني في منح جامعيه ودراسيه لحتى انتم. رح اقول لك اكثر من هيك، السفير الروسي وقت اجى على الديكواني والمركز الثقافي الروسي المدير اعطينا 10 منح، منها منحتين حكيم طبابي حكيم يدوس حكيم بروسيا، ما حدا اجى. لانه عالميا بتضوع على الموضوع. عدا عن هيك بيجوا بدنا نشتغل، بندبر لهم شغل، ما بدهم، بده يعمل مدير. يا لبناني عم بياكلوك، العماله الاجنبيه عم تاكلك، نحن عم ننفذ لك قانون العمل، وزير العمل سجعان ازم محمد كباره عم نشيله من قدامك، تعال اشتغل، ما فيك تعمل مدير. بدي استوضح يعني. نعم. بتعطيهم منحة، هيدا بيتعلموا كل السنة ببلاش. نعم. بجامعة معينة. مش كل السنة، كل الاختصاص تبعولهم. أوف. نعم كل السنين يعني. وما سألوا؟ ما سأل. في شي غلط أكيد. رح لك أكتر من هيك. قل لي. عامل في مختبر دم اسمه الميد زون بسنتر القمر، منه بالديكواني. إجا عرضوا علي إنه عندنا هالآلات جديدة. أوكي؟ في الـ L245 يعني مثلا فحوصات الدم تبعولك بكلفوا $100، مع الـ L245 يعني الضمان بصير 100,000. انا عملت خصم 40%، يعني انت بتدفع 60,000 بتتحمل انت الباقي. لا هن بيتحملوا، انا خلص. طيب انا يعني ال 245 50,000 شلت لهم اياها، وال 40% 40,000 ل 100,000 بضل في 60,000. شو بدي اقول لك؟ ما اجى ولا واحد بده مصاري. ياي ها سبقتني، بدي لك اعطينا مصاري. طب انا طب كيف بدك تخلصي؟ طب من المنح المدرسيه عم بعطيهم فوتهم على مدرسه وجامعه ببلاش. لا بده مصاري. وعم تقول يدرسوا طب بروسيا؟ اكيد. هيدي منحه ما مش الحراح علينا. خلص الوقت، هيدي في ديدلاين. يه يه هيدي من اربع سنين. دور علي اعلاميا اكثر بركي. خلص دوقت كثير مراي، شيء بزعل.
شيء بزعل يعني، انه لبناني بيحكي 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 وبده ينظر، بده يقعد بالبيت، ما في شغل بده يقعد بالبيت، بده يدخن ويقعد يشرب ويقعد ياكل ومرته عم تروح تشتغل، هيدا للاسف الحياة اللبناني. هي الحقيقة. ما قدر اقول لك لا. هي الحقيقة، ما نتخبى وراء اصبعنا. شو بدنا نقول قبل ما نختم لاولاد الديكويني وللبنانية كلها؟ لا شو بدنا اولاد الديكويني، بنقول لكل لبنانية، لبنان واقف لازم يوقف على اجريه من وراكم، ما لازم نخسر الامل، لازم نضل عنا بصيص نور، لازم نحكي، لازم نتحرك، لازم نقوم عن كرستنا ومن تختنا. ايه ربنا بدك تقوم تقوم معه. صحيح. ما في يجيب لك مصاري على بيتك على كرستك انت وقاعد، بدك تشتغل، بدك تشتغل، بدك تحكي. كل رئيس بلدية، كل مدير عام، كل وزير، كل شخص اذا بيقوم بواجباته كاملة لبنان بألف خير. وقفوا الهدر فقط لا غير، نصف الهدر لبنان بألف خير. معك حق. شل يكون عنا إشانتيونات من أطوان شختورة بكم منطقة عم خجليني، ولا بتصير الدنيا بألف خير؟ مش لأنه صديقي، لأنه بعرف أنه بتشتغل من قلبك وبعرف شو بيعمل أطوان شختورة. الله يخليك. مشكور على كل شيء. أنا بتشكرك مراي. Thank you. نحن كمان على تواصل هالشهر. أكيد. الله راد. نخبر الناس قد في نشاطات واحتفالات بالديكواني لحتى نعيد نحن وياهم. الله راد. العالم بحاجة تفرح. جويو نويل سلف. مرسي. وحي كارول وكل اللي بتحبهم. مرسي لمات الشختورة معه، ومنختم لقاء اليوم على أمل نرجع ونلتقى التنين الساعة 8. مرسي نعيم، باي باي.